اللي انت عامله ده يا جابر؟ ازاي تعمل كده؟ ده رعد اللي كان عاوز يوجعني. اديني كتفت وجبت قدامك اوقف الذبيحه. قال انا متلبد لك، قلت له انا ناوي لك. قال انا فايق لك، قلت له انا صاحي لك. والكسل الصاحي اتجننت يا جابر؟ انا بعتك عشان تجيب سلاح متفقين عليه. ولا لما لقاه بيخطط عشان يفني في الصحراء ويحل مكاني، ولا لما لقاه وازز عليا عيال بمكان يدور عليا اعمل ايه؟ احل ولا اربط وكمل طريقي؟ فك الحبل يا جابر يا كوانا. انت ما قلتش لجابر الرعد ده يبقى تبع مين؟ يبقى تبع اللي تبعه. ما بتنفذش ليه؟ قلت لك فكه. قلت لك قبل سابك، اللي جبل التاني حلال على التاني. واديني جبلتك. من يوم ما وافقت اشتغل معاك وانا خابر ان في النار اللي جاي ده، والشاطر اللي يعرف ديت المكان اللي هو فيه واللي عاوز نبقى مكانه ربنا يرحمه ويانا. احلى على الاحلى. الله يرحمك يا رعد.